We have to go for that more step, one more step. We deserve it. المباراة زيادة يا عيال يبيلها رجال تركيز حضور لين اخر دقيقة. احنا نقول تيمو اثق في كل لاعب صغير كبير كلكم والله زي بعض وعندي امل كبير بعد الله انكم ان شاء الله بتجيبون الفوز. تينكو في تودو وشتي تشيكيتو يا جراندي تينكو في باذن الله كيلو وانا قناه منصورين بهالمباراة يو خلاص اليمو فيكتوريوسو وكل احد ضحى اليوم هذا شيء ان شاء الله ما يضيع لنا. اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الحماس عالي جدا الفولت عالي جدا الرغبة كبيرة بيتو سالم يحاول بيتو وفرصة إلى أن خطيرة وكرة وبعد ذلك الحكم يشير إلى ركلة جزاء نعم على ماثيو سينهو لمصلحة لوسيانو فييتو في هذه الكأس العالمية التورنيدو سالم الدوسري يحاول التقدم للهلال في وقت مبكر في وقت مبكر يا زعيم في وقت مبكر يا هلال سلام تورنيدو أنا العينان لم يسجل واحد صفر للزعيم في وقت مبكر جدا في هذه الليلة كبيرة 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 بداية حلوة 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 حطها يا تورنيدو غني يا هلالي وارفع راسك البداية مشوقة وكبيرة ورائعة لكن التغطية عادت إلى سالم فييتو على جهة اليمين محاولة اللقطة دي كانت مع جيرسون في هذه الكورة القرار في هذه الأثناء بوجود ماذا واحتك مع فييتو وحان الطرد نعم نعم سالم الدوسري على تنفيذ ركلة جزائية سالم والثاني تورنيدو نهاية الشوط الأول سجل أمامك وعندك وأمامك في هذه اللقطة الهلال اثنين فلامينغو واحد تابو كويار كويار في التمرير قالوا عودة إلى فييتو تمويل تحرك هلالي على مستوى الهجوم مع ماريجا اللمسة دي كاريو الآن عندك يا ماريجا سعود على اليمين ماريجا بتسديدة لكن اصطدمت في الدفاع تحولت إلى ركنية موسى ماريجا مر ماريجا مر ماريجا مر ماريجا بكرة وفرصة الله مش ممكن يا جماعة مستحيلة يا خليفة يا ماريجا يا دو ماريجا ميشيل على اليمين ميشيل على اليمين سالم على اليسار تمريرة تصنع فيها ماريجا عادت ماريجا ماريجا بالقوة ماريجا ماريجا مع ماريجا مع ميشيل لمسة واحد على واحد كراتك يا ميشيل مراتك يا ميشيل ميشيل ماريجا ميشيل والمين المين كرة فيها تغطية من المدافعين بعد جماعة شوفوا يا جماعة شوفوا بالصبر ويار لي بيشير والتسديدة للتورنيدو يلبس لون الهلال والشعار الهلال يا ماريجا ثلاثة على واثنين فرصة إلى يا سالم معك سالم سالم يحاول التمرير سالم بكرة أمامية وفيتو لوسيانو فييتو يا بيتو مستحيل على الهلال الكرة تبعد مرتين وثلاثة تبقى لمصلحة فلامينغو وبرموزا وصافرة لو
هذه الأكلام وتعلن النهاية. الهلال يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية. برافو برافو كاري أمان فاينال. ياس ياس سألوا جمهور عظيم والله وقفوا معنا جايين انا عن نفسي جاي وعندي ثقه بالمجموعه اللي موجوده وتكلمت وقلت الكلام الحمد لله اليوم احنا في النهايه.